والله يدعو إلى دار السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، إخواني في الله، أريد أن أتكلم حول الموضوع أهمية اللغة العربية. أيها الإخوان، اللغة العربية حاملة رسالة الإسلام وأداة تبليغ الوحي الإلهي، ولسان شعائره محفوظة بحفظ الوحي المنزل بها. واللغة العربية خازنة الحضارة العربية وناقلتها إلى الأمم والشعوب وذاكرتها على مر الأسور، وهي لغة الإعجاز الإلهي والإبداع العربي. وإذا كانت كل أمة تتسابق لتسمو وتتشرف بين الأمم بلغاتها، فإن شرف الأمة المسلمة في اختيار الله للغة العربية لتكون لغة أفضل الكتب، وهو القرآن الكريم. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. سورة شعراء، رقم سورة 26، والآية 192 إلى 195. أيها الإخوة، وقد ربط القرآن الكريم بين اللسان العربي وبين أعمال الأقل وحسن الاستثمار. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورة يوسف، رقم سورة 12، والآية 2. وتفاعل المسلمون مع القرآن الكريم فعملوا أقولهم وعبدوا الله تعالى وحده، وانتلكوا يأمرون الحياة ويتفاعلون معها، حتى غدت حضارة الإسلام شاهدا لا ينكر. إخواني في الله، ومن ثم فالعقل والعلم والتكوى أركان يقوم عليها تفعيل اللغة العربية، فهي الباب إلى من يريد فهم القرآن الكريم والإسلام فهما صحيحا بعيدا عن القلوب. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. سورة إبراهيم، رقم سورة 14، والآية 4. أيها الجمع الحضور، وقد ائتنت الأمة الإسلامية في عهدها الماضي بهذه اللغة، فكان لها العز والتمكين. وفي ذلك العصر اهتم كثير من المسلمين بتعلم اللغة العربية وتعليمها، لأن لغة العربية من الدين، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: معلوم أن تعلم العربية والتعليم العربية فرض الكفاية. وقال أيضا رحمه الله: إن لغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا باللغة العربية. وهنا قاعدة معروفة في أصول الفقه، نعم: ما لا يتم الواجب أكمل. أخ شاهد ياسين، أكمل. ما لا يتم الواجب، هذه قاعدة معروفة، ما شاء الله، بارك الله فيك،
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالعبادة من صلاة ودعاء وتلاوة القرآن، وكثير من شعائر الله، من شعائر الإسلام، لا تعد ولا يتم فهمها إلا باللغة العربية، ومعرفتها سبب من أسباب التيسير. أيها المسلمون، أيها الإخوة، أليس القرآن كتاب هذا الدين؟ أليست العربية لغة هذا الكتاب؟ فإن القرآن قرآن بلفظه ونسه لم يترجم ولا يمكن أن يترجم، وإن ترجمت أفكاره ومعانيه فهي لا تسمى قرآنا. إخواني في الله، يجب علينا أن نتعلم اللغة العربية لأنها لغة القرآن والسنة ولغة أهل الجنة، وعلينا أن نحافظ على اللغة العربية حتى نفعل اللغة العربية في كلامنا ومجالسنا وأعمالنا ونشاطنا، وأن نغرس في أولادنا حب اللغة العربية. وأخيرا، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للحفاظ على لغة القرآن الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله.